كارلوس للطوف ولد في 3 نوفمبر 1968 في ساو كريستوفر ريو دي جانيرو البرازيل. رسام كاريكاتير سياسي برازيلي من أصول لبنانية ويعمل لحسابه الخاص. تهتم أعماله بمجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك مناهضة العولمة ومناهضة الرأسمالية ومناهضة الولايات المتحدة بالذات والتدخل العسكري. علاوة على ذلك فإن القضية التي اشتهر بها هي صورة لا تصور الصراع العربي الإسرائيلي. وقد وصف لطوف نفسه عمله بالمثير للجدل.